السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتي حسن كيف، وأخوكم فتي حسن. ليلة سعيدة لجميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا وشجعونكم. جو باس لو ريميسيمون أتو لباريور دي موند كي نو زونكوراج. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة إناثا وذكورة. كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة أصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنضحكوا وكنفوجوا وكنشطوا فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا ونصيروا الرحيم مع بعضنا. القناة اللي كنستفدوا فيها معنويا وماديا. لأول مرة غيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلوا منا كل جديد في حينه. تحية للجالية المغربية من هذا المنبر اللي كيشجعونا ويدعمونا. كنقول لكم شكرا على التشجيع، شكرا على الدعم ديالكم للقناة أينما حللتم وارتحلتم. شكرا نوفرير ماروكا اي نوفرير افريكا اي ريباريور اوروبيان كي سوي نوتخو باج سير فيسبوك او يوتيوب. ميرسي بوكو بور فوتر سوتيان اي انكوراجمون. الاخوات والاخوة اللي غايبين على القناة اناثا وذكورة كنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. ونتمنى لكم ان شاء الله عودة ميمونة للقناة ولو من باب الاطمئنان عليكم. سنة سعيدة لكل المتتبعين والمشاهدين والمحبين ديال القناة، ديال قناة فتي حسن تيول في قناة الدروش. الله يدخلها علينا وعليكم بالصحة. اول حاجة هي الصحة والسلامة والهنا والرزق الوفير ان شاء الله. نتمنى الله سبحانه وتعالى يجعلها سنة ديال الأفراح وديال المسرات وديال الخيرات تعم علينا كاملين كمغاربة، تعم على البلاد ديالنا وعلى الملك ديالنا الله ينصره، والله يجعلها تنسينا في مدارس في السنوات الثلاث الأخيرة. مرة أخرى كنقول لكم سنة سعيدة بكل المتمنيات. نتمنى أنها دازت، هي أصلا دازت بحلوها ومرها. نتمنى أن إن شاء الله 23 تمحي كاع الحاجة الخيبة اللي دازت في 22 وتكون 23 إن شاء الله سنة اللي تعم علينا إن شاء الله. كما قلت لكم الصحة هي الأولى، اللي يطلب يطلب الصحة والسلامة ورزق عند الله سبحانه وتعالى. ومرة أخرى كنقول لكم سنة سعيدة. قولوا لنا كي داز نهاركم اليوم. شكرا بعدا الاخوان والاخوات اللي خلونا دي كومونتير مع اللايف، وشكرا الاخوات والاخوة اللي كانوا معنا في اللايف البارح. كالعادة داز لايف ممتاز غزال جميل رائع بحالكم. كنشكر الاخوة اللي خلونا دي كومونتير مع الفيديو ديالنا، و كنشكر عاوتاني اخوان اللي قالوا كيفاش داز النهار وكيفاش كانت المعلومات ديال القناة. كنظن بان المعلومات كانت في غاية الروعة. نقول لكم واحد القضية، احنا ما استفدناش، يعني كانت البركة قليلة،
كانت بركة قليلة، رغم أننا تبنينا لكم لو 5 جو دوزيام، كان عندنا لو 11، المهم كاملين كانوا عندنا، ولكن ما كانتش شي حاجة كثيرة. لابوات نواري اللي عطاتكم لو 11 لا ديرنيير مينوت لا شيء، لا سيليكسيون كان لو 5 اون تيت، كان لو 11، كان لو 9 ولو 10 كان هو لو دوزيام ديال لي سوربريز. شي واحد من الاخوان البارح كان كيهضر على لو 9، قلت له ودي لو 9 عندنا ما ميتش، اللي كانوا ميتين هما الان والويت والكنز. بالنسبه للنويطات لو 5 قالك جيسبر لو فوار دون لي 3 برومي، فعلا كان دوزيام يا سلام عليه. لو 6 قالكم كاتريام سانكيام، فعلا جا سانكيام، شتي هادو الناس كيكونوا عندهم مصداقيه. لو 11 قالكم سا بلاص دون لي 5، فعلا جا كاتريام، اش بغيتو. غادي نمشيو لي زونترينور اوبتيميست، كان لو 5 لو 2 لو 3 لو 9 اي لو 13، جا لو 5 اي لو 9. تبني كان لو 5، ما حشمناش معكم الحمد لله. نتمنى اخوتي اخواتاتي انكم تكونوا استفدتوا معنا شي شويه، وما تنساوش كالعاده دعموا القناه ديالكم. غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غنمشيو للكانتي ديالنا ديال لو برومي ان 2022، لو برومي جانفي 2023 عفوا، اللي غادي يكون في فانسن. دونك الكانتي او الخماسي اللي غادي يكون فاتح يناير 2023، اللي كنتمنوا مره اخرى انها تدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه ولنا والرزق باذن الله. ريونيون 1 كورس 4 سيد لاطلي، كورس دو فيتيس 2100 متر غروند بيست ديبار اوتوستار بالاجنحه ديال السياره، سيد لا سوندري دي دير تيران غيكون بون لا كورد ا غوش، كاين 18 بارتون 18 ديال المتبارين ديبار 15 الملاحظه الاولى كتقول لكم لا كورس غتكون تري ديفيسيل، انديس دو ديفيكولتي 8، مي كنظن الكورسه تقدر تكون في المتناول الى كنتو بحثتو شي شويه وقريتو شي شويه وعاونتو بهادشي اللي غنعطيوكم. دونك لا بروميير اوبسيرفاسيون دي كو لا كورس سورا تري ديفيسيل، انديس دو ديفيكولتي 8، lorsqu'il dépasse l'indice de difficulté 8 et plus on joue avec intelligence, prudence et on minimise. ملي كيفوتنا مؤشر صعوبة 8 الفوق كنلعبو بالحيطة والحذر والذكاء ونحاولو ما أمكن نلعبو على قد الجويبات ديالنا. قبل ما ندوزو للمعطيات ما غاديش نقول لكم الورقه والستيلو والدقيقه والتركيز، التركيز ضروري منه، الدقيقه سي تروطار، دابا راه جوج قللت فلوت تعطلنا عليكم شويه، مي راكم كتعرفوا بنادم كيفرح مع الوليدات شويه، وهذا شويه ديال الطورطه شويه ديال كدا شويه ديال كدا راكم عارفين. نتمنى ان ليلتكم تكون دازت ممتازه وبصحتكم وراحتكم، بالصحة والراحة لأي واحد كيف ما دوز الليلة بطريقته، لأن يعني كل واحد غيدوز الليلة بطريقته،
دونك بصحتكم وراحتكم. الله يجازيكم بخير. كيف ما كتعرفوا احنا الشعار ديالنا الله يجيب ياسمين على الجميع، ما كنخلصوا حتى واحد من جيبنا. يونيكيب اللي كنشكرها من هذا المنبر على المجهودات ديالها، البحوث ديالها باش توصل لكم المعلومه بكل صدق وبكل امانه. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يجعلنا سبب ومفتاح ربح لكم، وغنكونوا جد سعداء. المطلوب منكم فقط البصمه للايك باش الفيديو ينتشر على اوسع نطاق والقناه تزيد تعرف، وغتكونوا جد مشكورين. لان بحال اليوم بار اكزومبل كاين 1700 في، يلاه كاينه 180 لايك، وهذا ماشي عيب عليكم، انا نقولها عيب عليكم، ولكن نتوما دبروا راسكم. بغيت تقبلوها مني تقبلوها، بغيتو شغلكم هذاك. ما عرفتش علاش كتعكزوا باش ما ديروش البصمه، ما فهمتش. كتستافدوا مع القناه، كتتبعوا القناه، كتشاهدوا القناه، كتخسروا على القناه الوقت ديالكم، كونيكسيون ديالكم، بزاف ديال الحوايج كتخسروا على القناه، ولكن اون فان كونت كتمشيو كتعكزوا باش ديروا البصمه باش القناه ما تزيدش تعرف. علاش؟ مره اخرى نقول لكم كل واحد اللي يخلصوا على قد نيته. احنا اللي علينا اتجاهكم كنقوموا به، وربي راه شاهد، ما كنقصروش من جهدنا، ولكن نتوما كتقصروا من جهدكم بالنسبه للقناه. الله يخلصكم على قد نيتكم. واخص بالذكر الناس اللي ما كديرش البصمه، من الناس اللي كتشجعنا كنقول لكم شكرا لكم بزاف. بالنسبه لزابوني ديالنا كنعاودو نشكركم اخواني اخواتي، كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم المادي والمعنوي للقناه، شكرا على الصبر ديالكم، شكرا على اي حاجه كتقدموها زوينه للقناه، بارك الله فيكم. وغادي ندوزو دابا ان شاء الله المعلومات. قبل ما ندوزو ليها لي انتريسي بلابونمون، راه التليفون كيباز كيدوز على الشريط ديال الفيديو، اتصلوا القناه عبر الواتساب واهلا وسهلا. وغندوزو دابا ان شاء الله غادي نمشيو لابواط نوار ديال لاشين. يلا خويا انت ولا اختي اللي كتشوفونا في هذه اللحظه هذه مشكورين. حاولوا ما تخسروا والو، ما تخسروا والو، شجعوا القناه، شجعوا القناه قصدها الاستمراريه، لانكم نتوما هما الركائز، نتوما هما الدعم هما الدعائم ديال القناه، نتوما هما البودرات كما كنقولوا اللي كيهزوا الدار، هكاك نتوما هما اللي كتهزوا القناه. يعني ما حاولوا ما تبخلوش، الله يجازيكم بخير على القناه بالبصمه باش نستمروا، غتكونوا جد مشكورين. لي كاتر نيميرو دو لا بواط نوار دو لا شين فاتحة سان تيرف بور لو كانتي دو بروميي جانفي 2023 افانسن ريونيون ان كورس كات اي كوم سوي. كاتر تخوا دوز اي كانز، je répète 4 3 12 et 15 les 4 numéros de la boîte noire. الارقام الاربعه للعلبه السوداء الخاصه بقناه فاتح سنتير في الخماسي يومي فاتح يناير 2023 في فانسن ريونيو ان كورس كات كالاتي 4 3 12 15. غادي ندوزو دابا ان شاء الله غادي نمشيو لا دارنيير مينوت
La dernière minute de la chaîne, le numéro 4, raqam 4. Le cheval accompagné, le numéro 5, raqam 5. Les supplémentaires 7 et 11. الأرقام الإضافية 7 11. غندوزو غنمشيو لا ميثود دي جور. لا ميثود دي جور نوزا دوني دو نيميرو. Ces deux numéros, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. 1 et 14. Donc 1 et 14, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée. Tariq al-Nahariya a tiena juj l'arqam. Juj l'arqam huma 1-14. Idan 1-14, yeji ou juj, yeji 1, yema tchoufou hta 1. À l'arrivée. Radi ndouzou dab inchallah ghanemchiou la sélection ديال القناه. La sélection du 8 numéro de la chaîne Fatiha Saint-Turf pour le quintet du 1er janvier 2023 à Vincennes est comme suit. 4, 7, 12, 5, 11, 15, 3 et 8. Je répète la sélection de la chaîne. 4, 7, 12, 5, 11, 15, 3 et 8. الأرقام 8 أو التخمينات لقناة فاتحة سنتيرف لخماسي يومه فاتح يناير 2023 غتكون في فينسن رينيو أن كورس 4 كالآتي 4 7 12 5 11 15 3 8. Les chevaux surprises de la chaîne 6 et 13. L'arqam المفاجأة ديال القناة 6 13. بالنسبة لبتي شوشو أو الرقم الصغير اللي كيكون تحت الأرقام المفاجأة أو لشوشو دو لاشين أو لبتي نميرو دو لاشين سي لو نميرو البصمة. ديروا البصمة الله يجزيكم بخير إخواني أخواتي باش نستمر الله يحفظكم. C'est le numéro 16, raqam 16. C'est pas un coup sûr, je dis. C'est pas un coup sûr, ou j'ai dit, c'est pas un coup sûr. Sûr, afouan, smihulia. J'ai dit que c'est pas un coup sûr, mais pour une toute petite surprise. هاد 16 ماشي رقم اللي يعني يعول عليه 100%، ولكن كمفاجأة من مور الإكس. ربما إذا كانوا لي ديفايونس يقدر يدير شي بتيت سيربريز، شي مفاجأة صغيرة. غادي نمشيو للملاحظة الأخيرة. لا شيء يذكر،
جا سويفي غيجيبو اللعب، جا توك ولا اوتسايدر اون تيت غيجيبو اللعب، دوزيام تروازيام تروا كات تروا سانك كات سانك غيجيبو اللعب. غادي نمشيو عندنا جوج النويطات وحدة شاملة. النويطة الأولى على الرقم ثلاثة مولاه قالكم كاتريام سانكيام بوسيبل ماشي طماع. النويطة على لوكات، لوكات قالكم مولاه العود ديالي دون لي تروا، نتمنوا أنه يكون صادق. عندنا لي زونترينور اوبتيميست أو المدربين المتفائلين، عندنا 4